اهلا ومرحبا بكم مره تانية مع مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي في الامارات. اليوم هنكلمكم عن السياره اللي كتير طلبوا منها ان احنا نعمل عنها تقرير. زي ما انتم شايفين ورايا هي التاهو 2021 Z71. طبعا هي سياره الاوف رود زي ما احنا شايفين، الدعميه العاليه تمام، ورنجات العشرين والدواسات الحديد. احنا هنشوفها من الداخل دلوقتي حالا. يلا بينا، اهلا بكم. طيب يلا بينا نشوف المفتاح شكله ازاي من الاول. مفتاحنا شايفين ما شاء الله شكله رائع، اليجنت وماشي ومتناسق مع السيارة طبعا. طيب السيارة اللي قدامنا طبعا احنا قلنا هي 2021 التاهو الجديد اللي كل الناس كانت مستنياها، السيارة الاوف رود Z71 باكج وسسبنشن. يعني عندنا طبعا الشبك لونه اسود شكل رياضي، البوتاي او الشعار الاسود للشيفروليه. احنا شايفين في كاميرا اماميه، هنشوف تفاصيلها من الداخل. الدعميه العاليه او البامبر الامامي مرتفع عشان يسهل دخول الرمل تمام. والمميز جدا في السياره دي طبعا الاير سسبنشن اللي هي الجنبينات الهواء او العفشه الهوائيه او نظام التعليق الهوائي. تقدر تتحكم في ارتفاع السياره 4 انش فوق وتحت تمام، 2 انش فوق و2 انش تحت. هنشوف نظره كمان. اوكي طبعا احنا قلنا ان حجم التاهو كبر عن الموديل اللي قبلها طبعا بمساحه كافيه جدا للركاب الكبار يقدروا يقعدوا في الصف الاخير. واهم حاجه انك ما تخسرش الدبه الخلفيه حتى لو ركبت ركاب كبار. زي ما احنا شايفين ما شاء الله السياره شكلها متوحش وادائها طبعا وحشي جدا في الرمل، متوحش ووحشي جدا في الرمل. لازم تجربوها عشان تعرفوا احنا بنتكلم عن ايه تمام. Z71 زي ما انتم شايفين مرايه كمان موجوده في جسم السياره من بره على الباب، مش موجوده على القائم زي ما كانت، فده طبعا بيساعد في الهواء زي ما احنا عارفين ومقاومه الهواء على جسم السياره. السيارة اللي قدامنا فيها أربع كاميرات 3D، نقاط عمياء على المرايات، دواسات الحديد، رنجات 20. نشوف لو هنعرف قياس التاير 275/60/20، ده ديزاين دخاني. شدات السود اللي على السقف، الإضاءة احنا شفناها قبل كده على التاهو ال LT، إضاءة طبعا شكل جديد LED كامل. طبعا هو مش هيبان هنا عشان الإضاءة عندنا في الوكالة عالية، بس يعني احنا شفناها في فيديو تاني على LED تقدروا تدخلوا تشوفوها. زي ما احنا شايفين في كمان ملاحظات هنا، الخط مش كروم، واخد شكل رياضي أكتر، ماشي مع متناسق مع العلامة بالأسود، حتى كلمة تاهو مكتوبة بالأسود عليها. المساحة الخلفية المختفية ستوب لايت، وفي عندنا سبويلر على جسم السيارة. طيب هنشوف بقى المواصفات من الداخل. في عندنا الدواسة الحديد، دخول ذكي على الأبواب، نقاط العمياء على المرايات. طيب من الداخل هنا في تخشيب، سماعات البوز، في عندنا كرسي سائق لذاكرة لوضعين، اثنين ممكن يسوقوا السيارة بوضعين مختلفين. مرة تانية نشوف كل الوظائف اتنقلت معظمها في مكان واحد ناحية السائق على اليسار. يعني الهاند بريك هو بقى فينجر بريك خلينا نقول. طبعا تنبيه عن الخروج من الحارات، التحكم في الحساسات والخاصية فصل الماكينة، تقدر تشغلها او تفصلها زي ما تحب. طبعا عندنا هنا الايرباج، تقدر تفصل خاصيه الايرباج لو دخل الرمل. منحدرات، تراكشن كنترول وكهرباء، الدبل طبعا كل السيارات اللي بتيجي عندنا بيكون دبل اكيد، ده طبعا عشان كاليبريشن او تظبيط مع البريكات في التريلر. هنا كمان كرسي السائق متحرك وجلد زي ما احنا شايفين، لونه رمادي، فتحة سقف البانوراما، ستيرنج احنا شايفين، على تحكم
الرادار الامامي كروز كنترول، تحكم في القوائم مع الفويس كوماند والاوامر الصوتيه، والشعار الاسود للشيفروليه. في تحت ورا الستيرنج، ده طبعا عشان السياره فيها ذاكره الكرسي السايق. وفي تحكم اوتوماتيك في الستيرنج، بيطلع وينزل تمام حسب التظبيط. هندخل بقى السياره نشوف من الداخل. بسم الله. اوكي، السياره بتستقبلنا بشعار الشيفروليه العريق على شاشه 10 انش او 10.1 تمام. والشاشه الرئيسيه او العداد الرئيسي هنا، نشغل السياره ونشوف. اوكي تمام، زي ما احنا شايفين هي شاشه 8 انش. اوكي، تراكشن كنترول كلها ديجيتال، مع الار بي ام والسرعه بيكونوا انالوج. في هنا تنبيه الرادار الامامي شايفين عند السايق. نشوف ورا البصمه والجير الجديد ده 10 غيار طبعا اوتوماتيك، بي وار وان ودي طبعا كلهم هنا بازرار او فصوص. الشاشه احنا شفناها قبل كده بس ممكن نشوفها مره تانية، طبعا بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وفيها الواي فاي هوت سبوت. طبعا كل ده باشتراك، اول مره ينزل عندنا في منطقتنا عن طريق الاون ستار سيرفيس، نشوفها مره تانية بتكون موجوده هنا فوق تمام. طيب ايه كمان؟ تحكم في المكيفات، الرير كلايمت او المكيف الخلفي نقدر نتحكم فيه. اوكي، ده للشاشه، صوت والراديو، فتحات يو اس بي، شاحن لاسلكي للتليفون. مرة تانية ساعة التخزين، تمام ساعة التخزين موجودة هنا. اوكي، والاربع اشارات، وهنا طبعا الجلوف بوكس او صندوق تابلو. اوكي، طبعا سيارتنا دي فيها اكيد الفريج او الفريزر زي ما احنا شفنا قبل كده في سياره تانية عندنا على ال تي. التاهو ال تي موجود على الفيديو عندنا على القناه بتاعتنا على اليوتيوب. تحكم في درجات بروده الفريج او الفريزر، تقدر تجمد ميه، تقدر تبردها فقط زي ما تحب. وصلت طبعا اليو اس بي واليو اس بي سي والميموري كارد تمام. هنا في حاجه كمان مختلفه عن ال تي، موضوع السيتس الخلفيه اللي هي في الصف الاخير، تقدر تتحكم في انك تطلعها او تنزلها اوتوماتيك من عند السايق تمام، بالازرار من عند السايق فوق عند تحكم في فتحه السقف تمام. وده كمان بيفتح لك الدبه الخلفيه، تقدر تتحكم في ارتفاع او ارتفاع الفتحه نفسها، ده مهم جدا. وعندنا الفتحه البانوراميه، نفتحها ونشوف. اوكي ما شاء الله ممتاز. طيب هننزل من الكرسي السايق ونطلع نرجع نقعد ورا. او قبل كده خلينا نجرب حاجه مهمه جدا هنا اوريها لكم، عشان عندنا هنا زي ما انتم شايفين الاير سسبنشن اللي انا حكيت لكم عنه في اول الفيديو، هنشوفه على الشاشة هنا نتحكم فيه. طبعا تقدر هنقدر نتحكم في السسبنشن زي ما احنا قلنا، هوريكم مرة تانية تمام. هنشوفه بقى على الشاشة هنا. طيب دلوقتي احنا عندنا السيارة على الاوتو وارتفاعها عادي، ارتفاع السيارة عادي عن الارض تمام. من هنا من عند التحكم في السسبنشن نقدر نختار ان احنا نرفع السيارة 2 انش او ننزلها 2 انش حسب الحاجة او حسب استخدامنا طبعا. طبعا عشان نعمل الموضوع ده بنحط الجير على ان تمام، وبعدين نروح على الفور لو. اوكي، بعدين نختار من عند السسبنشن. مش هقدر افتح الباب لانه لو الباب مفتوح مش هيشتغل، بس انتوا يمكن تكونوا شايفين من هنا تمام. لما بضغط عليه يطلع لي الاختيارات بتاعتي، نورمال
طبعا خلينا نرجعها تاني. اوكي ده الانتري جراوند كليرنس، يعني الارتفاع العادي. انتوا ممكن تلاحظوا ان السيارة بتنزل، هيبان لكم علامة هنا، السيارة بتنخفض، تمام كده هي نزلت ارتفاعها عادي اقل عن العادي، تمام بقت واطية جدا على الارض. اللي عنده عيلة بقى، عنده أطفال، حريم، شياب أو ناس كبيرة في السن عايزين يطلعوا السيارة، طبعا بيسهل لهم إن هي السيارة تكون على قد الارتفاع، أو تسهل طبعا الدخول والخروج منها. وكمان الأوبشن التاني إن احنا نختار إن احنا نرفعها لفوق شوية، تمام ده كده النورمال. هتطلع تاني السيارة زي ما انتم شايفين، شوف لو نقدر نميزها، يمكن وضحت شوية عند البونيت أو غطا المحرك إن هي طلعت. طيب كده بقى ارتفاعها عادي، هنرجع نختار مرة تانية الارتفاع الأعلى شوية، ده كده increased ground clearance. طيب زي ما احنا شايفين هنطلع فوق تاني، هي بتطلع السيارة. أنا هرفعها لكم على الآخر خالص وبعدين هنزل منها عشان تشوفوا الارتفاع بقى قد إيه، بس خلينا نشوفهم على الشاشة أكتر مرة كمان، آخر مرة اللي هو الماكسيمم جراوند كليرنس. طيب دلوقتي بتنفخ أكتر، تطلع شوف بقى هنا، طيب بتنفخ من قدام بعدين من ورا. أنا هنزل بقى دلوقتي وأشوف ارتفاعها بقى قد إيه، يلا بينا ننزل. أوكي يمكن زي ما انتم شايفين فرق الارتفاع بقى ده كده هيوضح لكم اكتر ال4 انش اللي زادوا ارتفاعا على السيارة. هنشوف التاهو العادية او البريمير جنبها وبعدين هعمل لكم فيديو عليها، ده فرق الكليرنس او الخلوص ما بينها وبين، واضح بتهيألي جدا يعني. مرة تانية اهو شايفين، نرجع تاني نشوف. طيب هنبطل السيارة، ده فرق طبعا كليرس ما بين العجل وجسم السيارة. شوف الدواسة كمان، شوف الفرق قد ايه، شوف الفرق هنا. طبعا في دواسة هنا في البريمير بتنزل متحركة، بس هنشوف في دواسة ثابتة بالارتفاع ده. تمام يلا نفضل نبطل السيارة وبعدين نقعد ورا. اوكي نشوف ايه اللي موجود فيها من ورا. طبعا زي ما انتم شايفين الارتفاع ما شاء الله عليا بعيد جدا، اهو ممكن اقع منها فعلا. طيب عندنا هنا بقى كمان ورا التخشيب، سماعات البوز ورا قدام، الكراسي، حجم الكراسي الخلفية. احنا قلنا في التاهو الجديد في مساحة كبيرة جدا ما شاء الله عندنا في الصف الأخير غير الدبة الخلفية، تركب فيه أكبر في السيارة. نشوف السيت شكله عامل ازاي. تمام دي المساحة اللي موجودة حاليا للتاهو الجديد في الصف الثاني زي ما انتوا شايفين. نطلع نتسلق نشوف ايه اللي قدامنا هنا. زي ما انتم شايفين فيها شاشتين كبار جدا ما شاء الله، هما فعليا اكبر شاشتين خلفيتين في السوق في اي سيارة عائلية. قياس الشاشات 12.6 يعني قريب من شاشة لابتوب. تمام ده التحكم في المكيف، وصلات ال HD وال HDMI طبعا، وال USB وال USB-C، التحكم في المكيف. في هنا مميزات حلوة جدا طبعا، الشاشات دي كلها متوصلة ببعض ومنفصلة عن بعض في نفس الوقت، يعني لو في ركاب ورا كل واحد عايز يشغل الحاجة اللي هو عايزها يقدر يشغل اللي هو عايزه، أو يشرك اللي جنبه ويشوف اللي هو مشغله. تمام دي حاجة مهمة جدا، وتتحرك الشاشة زي ما احنا شايفين، بتميل شوية زي ما انتم شايفين ورا قدام عشان تبقى على قد
الرؤية لو في أطفال ولا شيء. طب ننزل نشوف إيه كمان ورا. الست التاني ليزر زي ما انتوا عارفين، ضغطة واحدة بعدين ضغطة تانية يقلب لنا السيت. حلو، يدينا مساحة خلفية ما شاء الله كبيرة جدا زي ما احنا شايفين. ونرجع ونشوف الدبة بتاعتنا عاملة ازاي. طبعا دبة اوتوماتيك، ده حجم الدبة من الخلف. هي اللي شايفين الفرق بينها وبين التاهو القديم ما شاء الله كبيرة جدا، يعني زي ما احنا قلنا ركاب كبار يقعدوا ورا، وفي عندنا دبة ما نخسرهاش. تمام، والتحكم في السيتات في فئة الزي 71، التحكم في الأزرار من ورا للكراسي زي ما احنا قلنا، قدام كمان موجود عند السايق فوق. تمام، تقدر تركب ركاب، تنقل اللي انت عايزه، حط شنط زي ما تحب، كله شغال. نعم، ده حجم الدبة. طبعا انا هنا عشان هي رافعها على الاخر. اوكي، نشوفها. تمام، ما شاء الله. طيب لو عندكم اي استفسارات اي اسئلة يرجى الاتصال على رقمنا، الكود بتاع الامارات طبعا 050-516-3525 من بن حموده للسيارات مهند، وانا في انتظار اتصالاتكم وتعليقاتكم على الفيديو. قولوا لنا رايكم ايه في السياره في الشكل الجديد. تمام، الارتفاع مره تانيه، انا هسيبها مرفوعه على اعلى ارتفاع زي ما انتم شايفين. هي بتنزل دلوقتي اوتوماتيك. تمام، يلا بينا، انتظر تعليقاتكم مرة تانية. اهلا بكم، باي باي.